يعني هاي صرخة الأجيال، يعني اللي هي الغص هاي، إنه كل واحد بيدفع الثمن الموت، يعني تمام. لأنه أجرة الخطية هي موت، فكان لازم فعلا واحد يكون كامل كامل بلا خطية، بالظبط. يستطيع أن يرضي الله وبنفس الوقت يستطيع أن فعلا أن يكفر عن كل خطايا البشرية. تمام. وبعدين الله العادل القدوس البار لن يقبل أن من يكفر عن الخطية يكون بداخله أي قدر من السهو أو الميل للخطية، وإلا يبقى هنظلم الله نفسه. هو المشكلة كمان إنه بنحاول نستخدم المنطق، بنحاول إن نستخدم الكبائر والصغائر، إنه لا يعني لم يخطئوا بالكبائر، لكن ما فيش عند الله كبائر لكن وصغائر. الكتاب بيقول السهوات من يشعر، يعني طب هو إذا فكر كان الخطية حماقة. إذا كان الرب يسوع له كل المجد لما جه على الأرض قال من قال لأخيه يا أحمق، ياه ده قد ايه الناس بتقول للآخر يا أحمق يا مغفل يا يكون مستوجب نار جهنم. يا رب ده انت ما قلتش ده زنا، ما قلتش ده سرق، ما قلتش ده ارتكب من كبائر. قال انتوا عندكم كبائر وصغائر، في موازين الله هي تعدي على قداسته.